فحديثنا اليوم عن ذلك اليتيم الأمي المحارب الذي سلب ماله وطرد من داره وأوذي في عرضه وحورب وأصحابه، حوصر السنين الطوال، ومع هذا كله حاز على لقب سيد العالمين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين. إنه محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين عليه صلاة الله وسلامه. إنه الذي ما خطبه الله جل جلاله باسمه تعظيما لشانه. إنه الذي وصفه فقال إنك لعلى خلق عظيم، ووعده فقال إنا كفيناك المستهزئين، ورفعه فكان للجن والإنس رسول أمين، وكرمه فكان صاحب الشفاعة العظمى يوم الدين، وأعزه ففتح السماوات السبع ليلقاه وهو ما زال حي بين الأحقرين. إنه رسول الله هاجر هو وأبو بكر، ضربوا بطن الصحراء متجهين إلى يثرب الغراء، وفي طريقهم يقفوا عند عجوز فقيرة في خيمة وعندها شاة سقيمة، يا أمة الله السقاء السقاء، يطلبون منها الماء يطلبون منها الغذاء، فقالت ما في بيتنا إلا الشاة الضعيفة، وهي تنظر إليه والبؤس في وجهها والفقر آثاره في دارها، فتبسم وقال أعطيني الإناء، ونادى الشاة فأتت إليه تقبل قدميه فمسح على ضرعها فامتلأ بالحليب، فحلب لهم ومد لهم الإناء، فقالت وهي مبهوتة مما تراه، حليب من شاة مريضة سقيمة لا حليب فيها، قالت له أنت أولى بالشراب، فقال سيد الخلق خادم القوم ساقيهم، فشربوا حتى ارتووا وانطلقوا في طريقهم. فجاء زوجها في المساء فإذا بها لا زالت في دهشتها، فتعجب تركتك صفراء من الجوع، فإذا بالشبع باد عليك والحليب ولا حلوب عندنا. فانطلقت العربية الحرة تصف ما رأت، قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة مشرق الوجه حسن الخلق وسيم قسيم، في عينيه دعج أي سواد شديد، أحور أكحل شديد سواد الشعر، إذا صمت علاه الوقار، وإن تكلم علاه البهاء، أجل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنه وأحلاهم من قريب، حلو المنطق كان منطقه كأن منطقه خرزات نظمن يتحدرن، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، وله رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود. فصاح بها زوجها ويحك أتعلمين من هذا، إنه محمد القرشي. فصاحت يا ويلاه لو علمت أنه ذاك لذبحت له شاتي، ولو أدركته لدخلت في دينه. الله أكبر، فقط نظرت إليه فأسرها بحبه، كيف لا تحبه وهو الذي بالنظر إليه يسمو المرء فيكون صحابيا، كيف لا وهو الذي رأى الجنة ووقف بين يدي ربه واخترق حجب السماوات كلها كرامة له. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل عجبتم أن ضرع شاة عجفاء يمتلي بالحليب؟ لقد سبق ذلك صدر حليمة السعدية يوم كان طفل رضيع ترفضه المرضعات لأنه يتيم، وما دروا أن هذا اليتيم محروس من رب الأرض والسماوات، فما أن وضعته في حجرها حتى فاض حليب صدرها وزانت حال بغلتها وارتوت أرض قبيلتها وحسد الناس أهل بيتها. إنه البركة المهداة للعالمين صلى الله على رسول الله. إنه رسول الله. عائشة تسأله ما أعظم ما مر عليك، فقال واصفا حاله بعد موت أمنا خديجة وعمه أبو طالب، انطلق باحثا عن ناصر ومعين
حتى وصل إلى الطائف فطردوه وأذوه، فانطلق وهو مهموم على وجهه، فلم يستفق إلا في قرن الثعالب، أي في السيل الكبير. انظر إلى تلك المسافة الشاسعة، ما درى عن نفسه إلا وهو هناك مهموم مقهور مطرود. لو كان بشرا عاديا وتيسر له الانتقام لانتقم، لكن ما الذي حدث بينما هو في هذا الهم والحزن الشديد؟ إذا به يرفع رأسه نحو السماء فرأى سحابة عظيمة قد أظلت، يقول: فنظرت فإذا فيها جبريل عليه الصلاة والسلام، فناداني وقال: إن الله قد سمع قول قومك لك، وهذا ملك الجبال معي يأتمر بأمرك. فقال ملك الجبال: يا محمد، ماذا تريد؟ الله ناصرك، الله لا يخذلك، أمرني أطبق جبال مكة على أهل مكة كلها. فقال الرحمة المهداة: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقرأ ذات يوم من القرآن حتى إذا وصل إلى قول عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم، يتكلم عن قومه، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيرفع يديه، يرفع يديه ويبكي: اللهم أمتي، اللهم أمتي، اللهم أمتي، خائف علينا، عليه الصلاة والسلام. فيرسل الله تبارك وتعالى جبريل إليه ويقول له: اسأله عن ماذا يبكي، لماذا يبكي؟ والله عليم، لكن نريد أن يوصل لنا الرسالة لنعلم عظمة ذلك الرجل صلى الله على رسول الله. فقال له جبريل: ما يبكيك؟ قال: أمتي. قال الله لجبريل: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ووالله قد أرضاه، فنحن يا أمة محمد ثلثي أهل الجنة إرضاء للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا رسول الله، لقد دفن ستة من أبنائه، وماتت زوجته وناصرته، واتهم بالسحر والكهانة، ورمي بالحجارة، وما شبع من طعام قط، ينام على الحصير ولا يعرفه الغريب بين أصحابه لتواضعه، ومع ذلك لا ينسانا. كل الأنبياء حققوا دعواتهم في أممهم إلا هو، ادخر الله له دعوة، دعوة ينفعنا بها يوم القيامة. بل إنه يجلس مع عائشة رضي الله عنها ذات يوم فتقول له: ادعو لي يا رسول الله. فيرفع يديه ويقول: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فتضحك حتى تضع حجر وجهها في حجرها من الضحك. فقال: أتعجبين؟ والله إنها دعوتي لأمتي في كل صلاة أصليها صلى الله على رسول الله. فأحبوا نبي الله، أحبوا اتباعه، أحبوه باتباعه، واغضبوا لغضبه، واعملوا بسنته، أحبوه لتحشروا معه، لأنه يوم القيامة ذلك اليوم الذي تشيب فيه الرؤوس من هوله، ذلك اليوم الذي نفر من آبائنا ومن إخواننا ومن أحبابنا نبحث عنه محمد صلى الله عليه وسلم. إنه رسول الله، ثوبان مولاه، يأتي إليه يبكي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ثوبان؟ فقال: يا رسول الله، إني أتركك في الليل فأستوحش وأبكي حتى أراك في الصباح، فإذا رأيتك اطمأنت وسكنت نفسي، لكني تذكرت أنك ستموت ونموت ونفارقك، ثم بعد ذلك إن دخلنا الجنة معك فإننا نعلم هل نصل إليك فأنت في أعار الجنان. فأخبره بخبر عظيم هو بشرى لنا: أو ما علمت يا ثوبان أن المرء يحشر مع من أحب؟ اللهم إنا أحببنا رسولك فاحشرنا معه يا الله. أحبوه، أحبوه، ففضله عظيم على كل واحد منا. من الذي علمنا الأخلاق؟ من الذي علمنا العبادة؟ من الذي علمنا الفضيلة؟ من الذي علمنا الكلمة التي تحمينا يوم القيامة؟ أتعلم ما هي هذه الكلمة؟ إنها لا إله إلا الله. والله جل جلاله يقول لي ولك: يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا
ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. أفلا يستحق الرسول أن نحبه؟ صلى الله على رسول الله. أحبوه باتباعه وليس بابتداع الباطل، أحبوه بالغضب له ولدينه ولأذيته، أحبوه بنشر سنته، أحبوه بتعلم سيرته، أحبوه واعلموا كيف كان أصحابه يحبونه. لو أردت أن أسرد لك قصص أصحابه لجلسنا اليوم كله، ولكن نأخذ مثالين أو ثلاثة. كان هناك امرأة من بني دينار من الأنصار، مات في غزوة أحد، مات أبوها ومات زوجها ومات أخوها، ثلاثة يموتون. ثم بعد ذلك أقبلوا إليها يقولون كيف نخبرها الخبر، مصيبة فاجعة، الأب والزوج والابن، الزوج والأخ والأب كلهم يموتون. فيأتون إليها قالوا نبدأ بالأخف، مات أخوك. فقالت ما فعل رسول الله؟ ما بكت، فكرت بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا نأتي بالذي بعده، مات أبوك. قالت كيف فعل الرسول؟ قالوا مات زوجك أيضا. قالت أقول لكم ماذا فعل الرسول وتقولون أبي أخي زوجي، أين الرسول؟ فلما رأته قالت كل المصائب دونك جلل يا رسول الله، أهم شيء أن الرسول حي صلى الله على رسول الله، أما هم تجدهم في جنة الله. وهذا سواد بن غزية وهم واقفون، والنبي صلى الله عليه وسلم يصوي الصفوف في غزوة بدر، وكان معه قدح كأس، فكان يضرب هذا وهذا يعني يسوي الصف، فمر على سواد بن غزية فضربه، فقال هذا سواد أوجعتني يا رسول الله، القصاص القصاص. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه، فانكب سواد يقبل بطن الرسول ويمسح وجهه فيه، فقال لما فعلت ذلك؟ قال يا رسول الله الموت أمامنا، فأردت أن يكون آخر جسد أفارقه هو جسدك يا رسول الله. اللهم صل على رسول الله. وفي غزوة الرجيع عاصم بن ثابت وخبيب بن عدي وغيرهم يضربون أروع الأمثال. نأخذ عاصم بن ثابت، هذا الرجل طلب من الله، قال اللهم لا تجعل مشركا يمس جسدي، واستمر يدافع عن دين الله ويقاتل الغدارين، ثم بعد ذلك قتل مقبلا غير مدبر، وقبل موته قال اللهم بلغ رسول الله منا السلام، ومات. أما خبيب فقد أسر مع الذين أسروا، فماذا فعل الله بعاصم؟ عاصم كان قد طلب الله أن يحميه الله من المشركين، فوصل الخبر إلى رسول الله، فإذا بالدبابير تأتي على أخو عاصم فتحميه من المشركين كل النهار، فلما كان الليل وإذا بسير يأتي من الجبال ويحمله إلى حيث لا يعلم إلا الله، حماه الله من المشركين. أما خبيب فيؤتى به ويصلب، ويبدأون يقطعون أجساده عضوا عضوا، فيقول له أحدهم ما رأيك يا خبيب لو أنك عند أهلك ورسول الله هو الذي مكانك، ماذا تستفيد الآن؟ قال والله لموتي أهون علي من أن يشاك الرسول صلى الله عليه وسلم بشوكة شوكة. هذا كان حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فأحبوه، أسأل الله أن يحشرنا في زمرته وأن يظلنا في ظل رايته يوم القيامة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.